إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة، العاشقة للقراءة. يحاول القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير، القارئ الصغير. إخراج سيف بن سالم بن جردان. القارئ الصغير، القارئ الصغير. مرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الصغار. اسمي أبران ناصر جميل الماركي، عمري 10 سنوات، أنا الطالبة في مدرسة زينب أم المؤمنين في بركة. القارئ الصغير، القارئ الصغير. أبرار دأبت على الحصول على المركز الأول على مستوى مدرستها، تهوى القراءة والرسم وتتمنى أن تصبح طبيبة. مرحبا أبرار. مرحبا. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. أنت ما شاء الله متفوقة، خبرونا عنك. تطلع كل سنة الأول على المدرسة مش على الصف. على المدرسة. أيوة. ما شاء الله عليك. كيف استطعتي تكون متفوقة على مستوى المدرسة؟ يعني كنت أثابر المعلمات يطلبين مني أشياء أقدمهن حالهن إليهن. وحين يقولن إلي أن قد اختبار وذاكر وأحفظ كل دروسي. ما شاء الله عليك. وإيش المواد اللي شاطرة فيهن أو اللي تحبيهن أكثر من غيرهن؟ اللغة العربية. اللغة العربية، جميل. وإيش بعد المواد اللي شاطرة فيهن؟ المواد مثل العلوم. العلوم ما شاء الله. ورياضيات شاطرة. ورياضيات شاطرة. أنت ما أكيد شاطرة في كل المواد مدام الأول على المدرسة إن شاء الله. إيش الكتب، نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيها؟ قصص الأطفال، لأن تكون فيها مقامرات تتحدث عن طفولة الأطفال ومساعدة الآخرين. عشان كذا جايبة معاك كتاب حكايات هادفة للأطفال. نعم. في الاستوديو. لمن هذا الكتاب؟ نور توفيق. نور توفيق، كلمين عنه. تتحدث يعني عن مجموعة قصص، فمثلا توبة امرأة أن لا يعلم الغيب إلا الله وحده. وأن كانت هناك امرأة تذهب إلى بيوت النساء الحي وتقرأ فناجينهن وتكذب عليهن. فمثلا قالت لزوجة الطحان، سيأتي الجردان وتأكل كل طحين. ولكن حين جاء موسم الطحين هو القمح، لقى رآه وفيرا جدا ولم يكن هناك أي جردان قصد تأكله. لم يكن هناك أي جرذان تأكل. وعاقبها الله بأن جاءت عقرب ولدقتها وسال الدم منها. وفي ذلك اليوم تابت ولم تقرأ فنجانا قط. ولم تقرأ فنجانا قط، جميل. إيش الاستفادة من هذا القصة؟ أن لا يعلم الغيب إلا الله وحده. صحيح، ممتازة يا أبرار. إيش بعد قرأتي؟ ياسمين تحب مساعدة الآخرين.
هذه بعد قصة في نفس الكتاب، حكايات هادفة للأطفال، صحيح؟ إيش حكايتها يا سمين؟ يا سمين كانت هناك عجوز في كوخ متواضع وكان متسخا جدا، كان على الطاولة والنوافذ والشبابيك والأبواب قبار، وكانت الصحون متسخة والملابس لم تقص تنظفها. ولكن في ذلك اليوم ذهبت ياسمين إلى المدرسة ورأت بيت العجوز، ولكن يعني كانت حديقتها فيها الكثير من الزهور وجميلة، لمن يرى الحديقة يقول هذا البيت جميل. وسألت ياسمين العجوز هل يمكن قطف بعض الزهور لإهداء لمعلمتها؟ قالت خذي ما شئت من الزهور، وقطفت الزهور. وفي اليوم الجمعة هو يوم الإجازة، تحمل ياسمين جاءت تحمل في يدها سلة التفاح الأخضر والأحمر وأهدتها للعجوز. شكرتها العجوز وقالت العجوز ابقي في الكوخ ريثما أعود من السوق. وياسمين باقت هناك ورأت أن الكوخ متسخ، فتناولت المنديل من جيبها ومسحت الطاولة والنوافذ والشبابيك وأحضرت المكنسة من خلف الباب لكنس القبار الموجود، وقصلت الصحون المتسخة وجففتها ووضعتها على الرف ونظفت الملابس المتسخة وجففتها، وأحضرت آنية الزهور وقطفت بعض الزهور من الحديقة ووضعتها. حينما عادت العجوز من السوق متفاجئة أن هذا ليس كوخها، فقالت ياسمين هذا كوخك نظفت إليك. فأهدتها للبسكويت وقالت تعالي لزيارتي دائما وخذي ما شئت من الزهور، وقالت ياسمين سآتي كل يوم وأنظف بيت. ممتاز ممتاز يا أبرار، والاستفادة من هذا القصة إيش؟ التعاون مع الآخرين، التعاون مع والبالأخص عن كبار السن. أكيد ممتاز يا أبرار. وإيش بعد قرأتي غير كتاب حكايات هادفة للأطفال؟ الأميرات الثلاث وقابيل وهابيل. إيش حكاية الأميرات؟ الأميرات الثلاث، كان هناك أميرة وأمه تريد أن تزوجه ابنه، ولكنها كانت محتارة بثلاث فتيات ووضعت لهن اختبار ونجحت فيه أميرة واحدة وتزوجت ابن الملكة وعاشوا بسلام. اختصرتيها يعني، هذا أكيد طبعا كتاب كامل، اختصرتيها في عدة كلمات. هذه شبيهة بقصة سندريلا صح؟ صحيح. بعد قرأتي قلتي لي قصة قابيل وهابيل؟ نعم. إيش قصته؟ أنا كان هناك سيدنا آدم عليه السلام متزوج وأحضرت له توأم ابنة وبنت. من هي اللي أحضرت له التوأم؟ من هي اللي أحضر؟ زوجة سيدنا آدم أحضرت توأم أنجبت. وبعد التوأم من اسمهم قابيل وفتاة، كان في القصة ما نذكر اسمه. وبعدين جابت توأم هابيل وفتاة. حين كبروا كان لم يكن هناك أي ناس، كانوا هم الوحيدين. فاقترح سيدنا آدم عليه السلام أن قابيل يتزوج توأم هابيل وهابيل يتزوج توأم قابيل، ولكن قابيل لم موافق. قال أنا ستتزوج توأمي لأنها كانت أجمل عن توأم هابيل. قال هابيل هذا أمر أبونا. نعم طبعا التوضيح، كان زواج من الأخت في أيام آدم عليه السلام لم يكن محرما صح؟ وبعدين خبر أبوه هابيل وقال قدم قربان لله سبحانه وتعالى، وقدم هابيل ماعزة، وقدم هابيل قدم ماعزة، وقابيل قدم إليها عشب، واختار الله هابيل، ولكن قابيل عذب هابيل، وفي ذلك المرة قتله ومات، وندم ندما شديدا وقال ماذا أفعل؟ وكان حيث ما يذهب يحمل هابيل على كتفه.
فرأى قرابا يدفن أخوه في التراب فدفنه، وهذه كانت أول حادثة قتل. نعم، في البشرية. ممتاز يا أبرار، أنت رائعة، يعني حكيتي حكاية قابيل وهابيل باستفاضة، هذه المرة مختلفة عن حكاية الأميرات الثلاث. قبل شوية كان والدك طبعا موجود معنا في الاستوديو، وكنت انت وياه حاملين شهادات تفوقك طبعا ما شاء الله. لاحظت من هذه الشهادات شهادة مشاركة في صيفنا مميز، كذا في فعالية اسمها صيفنا مميز، ممكن تكلمين عنها؟ هذه وين كانت؟ كانت في قريتنا. وين قريتكم؟ العقدة. في بركة. ايوه. وكان هناك مجلس العام. ايوه. فكانت هناك غرفة صغيرة. جاءن ثلاث معلمات. وقالن يعني اي وحدة تحب ان هي تتعلم تجي، وانا كان يعني قريب مني فكنت اذهب كل صباح. وكنت استفيد منهم. اشياء مثلا صورة مريم شرحها لحالني. يعني كان وايد صديقاتي. جميل، هذا كان في الصيف صحيح؟ نعم. جميل، ممتاز يا أبرار. ايش أمنيتك تصبحي لما تكبري؟ طبيبة. طبيبة ليش؟ لان الطبيب يعمل على مساعدة المرضى. حتى الممرض يعمل على مساعدة المرضى، ولكن طبيب له دور اكبر عن الممرض. تتمنى تصبحي طبيبة؟ جب. طبيبة عامة ولا متخصصة في شيء؟ طبيبة عامة. طبيبة عامة، ان شاء الله تتحقق أمنيتك وتصبحي طبيبة كبيرة ان شاء الله. إن شاء الله. وفي نهاية هذه الحلقة أطلب منك حكمة. أقرأ لأرتقي. أقرأ لأرتقي. لأرتقي، جميل، ممكن تشرحيها؟ يعني بالقراءة أتطور وأكتسب أكثر يعني معلومات. أكيد أكيد. بهذه الحكمة الجميلة أبرار نأتي إلى نهاية هذه الحلقة معك، أبرار بنت ناصر بن جميل المالكي، البالغة من العمر 10 سنوات، الطالبة بمدرسة زينب أم المؤمنين ببركة. شكرا جزيلا. القارئ الصغير. القارئ الصغير مع تحيات سليمان المعمري القارئ الصغير. إخراج سيف بن سالم الجرداني.